عقدت وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، وسيعقد المؤتمر في الفترة من 5 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور ممثلين من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية وعدد من السفراء. يعتبر المؤتمر تجديدا لالتزامات مصر الدولية تجاه القضية السكانية وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافية. ومن جهته قال وزير الصحة خالد عبد الغفار إن المؤتمر يعد فرصة ثمينة لعرض التجارب الرائدة والنجاحات العالمية والمحلية والتحديات المحتملة والسبل الابتكارية للتغلب عليها عالميا ومحليا، فضلا عن فرص الاستثمار المختلفة من أجل سكان أصحاء. إن هذا المؤتمر بالأهمية بمكان إن إحنا نقدر نخليه كل سنة. ليه؟ لان احنا عايزين نشوف من سنه لسنه حصل ايه. يعني هي القضيه السكانيه هي قضيه مصر. يعني خلينا نفكر بشكل بسيط جدا ان كل خطط التنميه مش ممكن نحقق اي نجاحات طول ما احنا عندنا معدلات الانجاب بالحد اللي احنا بنشوفه النهارده. بنشهد المؤتمر الصحفي لاطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، اللي هيبقى فيه إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان، والهدف الأساسي هو الوصول بالمبادرة الرئاسية الأهم وهي حياة كريمة للمواطن المصري. كيونيسيف احنا هدف كبير عندنا ان احنا نهتم بطبعا التنمية، بس التارجت الهدف بتاعنا اننا ننمي قوي الصحة، والدعم اللي نقدر نعمله مع الشريك الاساسي بتاعنا اللي هو وزارة الصحة والسكان. فاحنا بنهتم قوي اننا ندعم كل المبادرات بتاعة الوزارة، زائد ان احنا بنركز قوي على سن الشباب، السن اللي هو بتاع قادة المستقبل اللي بنقدر نبنيهم، عشان كده بنتعامل معهم من حاجات مختلفة. أنا فريدريكا ماير، مديرة صندوق السكان في مصر. المؤتمر ده هام جدا لأنه بيجي بعد 29 سنة من مؤتمر السكان اللي عقد في مصر سنة 94، وظهر عنه توصيات مهمة جدا متعلقة بصحة السكان والصحة الإنجابية للسيدات وكل المتزوجين. وبالتالي بعد 30 سنة مهم التطرق للقضايا التي لا يوجد عليها معلومات كافية أو توعية كافية للسيدات والمتزوجين، وبالتالي هيركزوا على القضايا الشائكة جدا زي قضايا زواج القاصرات.